40 جنديا ما بين مراسلين ومذيعين وفنيين أنهوا كافة استعداداتهم ليرصدوا وعلى مدى أسبوع كامل موسم الحج لعام 1435 للهجرة، رصد لمناسك تتجاوز الزمان والمكان إلى المشاعر والإنسان ذاته. المجد في المشاعر، يعني هذا العام تتنقل بين شاشات المجد كما أنها تتنقل بين أروقة الحج والمشاعر. تنطلق إن شاء الله عز وجل من اليوم السابع من الساعة 5 عصرا إلى الساعة 12 والنصف تقريبا من منتصف الليل. حرصنا أننا نكون أكثر قربا من خلال الحضور على الشاشة خلال طول هذه الفترة من خلال مجموعة من المقدمين نجوم شبكة المجد في برنامج أشبه ما يكون بتلفزيون الواقع. من قلب المشاعر المقدسة انطلقوا، ومن أجل مشاهدي قناة المجد ابتدأوا بخطى وتجهيزات يشدها شوق جارف لنقل وقائع الصوت والصورة. لم تضعف قواهم مهام كثيرة أعدوها لأهم حدث إعلامي على مستوى العالم الإسلامي. الموقع على أتم صورة، مجهز من كل الاحتياجات ما يتعلق بالديكور، بمكان للضيافة، بمكان للاستراحة. حاولنا ما يكون في شيء ناقص يعني لهذا المكان. أيضا جهزنا السنة، أضفنا عدد كبير من الكاميرات، يعني عدد فريق مصورين أكبر حتى تكون الصورة أجمل، وتم توزيعها ما بين الاستوديو المباشر وبين التقارير الخارجية. من الفقرات عندنا تأملات قرآنية يومية، أيضا حصاد الحج، فقرة مع المطوفين، أعلام الأمصار في خدمة الحجيج. هذا ما يتعلق بالاستضافات. أيضا حتكون هناك فقرات إثرائية، فقرات خفيفة تظل على المشاهدين. لا صعوبة المكان ولا حتى الزمان شكلوا عائقا أمام فريق مشدود بالعزم وروح الجماعة. كاميراتهم تسجل بعضا من مشاعر الحجيج، ومراسليهم يرصدون أهم الأحداث والمناسبات، ومذيعيهم يحاورون الضيوف طلبا للفائدة. أما الفنيين فجنود مجهولون وذو دور هام في اكتمال ملامح تغطيات الحج لهذا العام. حسن عبدو لقناة المجد، المشاعر المقدسة. وفي أرض المشاعر بازدهار ترى المجد ينير كمن